دكتور، من القضايا التي تم التشديد عليها كثيرا في الجانب المالي وحديثنا اليوم عن المال الحرام واستسهال أخذ المال الحرام قضية الربا، يعني وأحل الله البيع وحرم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لماذا هذا التشديد على الربا دكتور؟ الخالق العظيم خالق الأكوان وخالق الإنسان أراد أن يولد المال من الأعمال لا أن يلد المال المال. ممكن نوضحها دكتور أكثر؟ يعني أنت لما بتكون نجار، نعم، تصنع باب لبيت، قدمت شيء للإنسان، أنت كلفك مبلغ وأخذت منه ربح. أما حينما تتاجر بالمال هنا المشكلة، المال إذا ولد المال كان الربا، أما الأعمال تلد المال، نجار، حداد، مدرس، أستاذ جامعة، يعني بقال، طبيب، الأعمال في الإسلام تلد المال. يعني إذن هو يأخذ مقابل تعبه وجهده وخبرته. نعم. أما لو سمحنا للمال أن يلد المال لتجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. المفهوم القديم دكتور للربا الذي يعني دائما يتبادر بالذهن أنه مثلا أنا أعطي إنسان دين مبلغ 100 دينار ويسده مثلا مبلغ 120، هل هنالك أشكال أخرى حرام من المال قبل دكتور ذلك. لتوضيحها للجمهور؟ أنا حينما أسمي للزمن ثمنا دخلت في الربا. كيف يكون هذا؟ حينما أسمي، يعني هذا البضاعة سعرها الآن 1000، أما إذا أقرضتك إياها قرضا ما دفعت الثمن لعام 1100، فأنت هنا سميت للزمن ثمنا، لا بيع بعقدين، ومن باع بعقدين فله أوكسهما أو يكون الربا. هذا الحديث. نعم. ما المقصود دكتور لا بيع بعقدين؟ ما هم العقدين دكتور؟ نقدا كذا تقسيطا كذا. أنه يكون لنفس السلعة سعرين. بيع تقسيط فقط. ألا يعتبر هذا الدكتور بيع الآجل والعجل في 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 الفقه الإسلامي دكتورنا؟ هنا لا بيع بعقدين، يعني بسعرين. بسعرين. سعر للنقد الحال وسعر للدين. إذن إما هذا السلعة قيمتها 100 تبقى 100. نعم. إن أردت أن تقسطها هذا لك أو لا. يعني إذا أنت هناك من يشتريها منك ب100 بيعها نقدا. نعم. ما تمكنت تبيعها نقدا بيعها تقسيطا حتى لا تتكدس البضاعة. نعم. جميل جميل. طيب دكتور، يعني بهاي القضية الربا دكتور وخطورتها ووجودها في هذا المجتمع اليوم دكتور، لا قبل، نحن في عنا شيء اسمه ربا القروض، لا يختلف عليه اثنان في الأرض. أقرض إنسان 1000، أشترط عليه أن يؤديه بعد عام 1100، هذا ربا القروض. نعم. لا يختلف عليه اثنان في الأرض. بس أين المشكلة في ربا البيوع؟ الأمور متداخلة، أعطيه ثمن نقدا وثمن تقسيطا، بيع تقسيطا كليا ما في مانع، بيع نقدا ما في مانع، بيع نقدا ما تمكنت أن تبيع البضاعة نقدا، بيعها تقسيطا بالسعر نفسه. أما أن تسمي للزمن ثمنا هنا المشكلة. أذكر أنه أحد علماء الشام حضر وفاة أحد أكبر شيوخ الأزهر وهو على فراش الموت، أقسم بالله هذا العالم توفي، رفع يديه إلى السماء وقال يا رب أنا بريء من فتاوى المصارف. متى عرف خطأه الكبير؟ على فراش الموت، أنا بريء من فتاوى المصارف. هل عرفه أم تبرأ منها دكتور؟ في تبرأ. نعم. إذن بدها دراسة جلية دكتور. موضوع خطير. نعم. أطيب مطعمك مو معناها أنه اشتري لحم غالي، اشتري السمن الأصلي، لا مو هذا المعنى. نعم. ليكن سمن الطعام حلالا مالا حلالا. كيف دكتور؟ أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كيف للمسلم غير المختص بأحكام الشريعة دكتور أن يصل إلى كل هاي الأحكام؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أنت بتقدر تفوت عن طبيب من دون مبلغ بجيبتك؟ عن طبيب أو محامي أو مهندس؟ نعم. إلا رجل الدين ما في شيء، ما بده منك شيء، فوت لأي جامع
واسأل العالم سؤال. طيب دكتور، الربا كما تفضلت وله شكلين، الربا المرتبط بالديون والربا المرتبط بالبيوع، والربا البيوع. نعم. لا وهو بيع الزمن إنجاز نعم. التعبير. دكتور في قضية في هذا الجانب، واسمح لي على يعني شيء من الصراحة، جزء كبير من البنوك الربوية دكتور هي تسهل المعاملات على الناس، تشتري السيارة خلال ساعة أو ساعتين، بتأخذ نسبة مرابح ونسبة فائدة اللي هي بين قوسين الربا بمبلغ بسيط. جزء أيضا دكتور من البنوك الإسلامية على العكس، معاملات متعبة، كفيل حكومي، وبيعطيك سعر دكتور على البيع عالي جدا مقابل فكرة التقسيط. ما تعليق فضيلتكم؟ لأنه إنا كنا مبتلين، لو كان المعصية متعبة تركها الناس جميعا، لا حبا بالله ولا بالجنة، لأنه الطريق الثاني أريح. أما هو الشيء الذي يلفت النظر، المعصية محببة وسهلة، في تسهيلات وفي مرغبات وفي دعاية لها قوية. لكن لماذا الدكتور لا يسهل على الناس بالحلال؟ يعني لماذا البنك الربوي يسهل والبنك الإسلامي بالعموم؟ أنا أقول لك من أعماق أعماقي، ما الذي يمنع أن ينشأ بنك إقراض حسن؟ أمي في أشخاص معهم مليارات، نأخذ من كل إنسان ميسور مليون إعارة لا أخذا. هذا البنك، بنك القروض الإسلامية، بيستقرض واحد قرض، طبعا في شروط وفي أسباب موجبة وفي ضمانات وفي كفالات وفي نعم. وفي كل شيء نعم. هذا بنك القرض الحسن، بحل مشاكل لا تعد ولا تحصى، وممكن غني معه 100 مليون يعطينا مليون، تبقى المليون له نعم. بس وضعت في بنك القرض الحسن نعم. وقد سمح العلماء بأخذ يعني رسوم بسيطة جدا، نفقات البنك نعم. قد يكون 0.5%، هي ما فيها شيء كمان نعم. تكاليف إدارية مقابل نعم. نعم. اليوم في كثير من المؤسسات المالية الإسلامية دكتور ليست 0.5%، هي أضعاف هذا الرقم. في المقابل دكتور، حينما يأتي شخص ليشتري بيت مثلا في البنك الربوي، يقدر عليه قيمة مثلا دكتور 5 أو 6% عن كل عام مقابل التقسيط، وهذا المبلغ قابل للزيادة والنقصان، يعني ليس مبلغا ماليا ثابتا في البنوك الربوية. إذا دفع مقدما تنزل قيمة الفائدة، وإذا تأخر تصبح فائدة مركبة. في البنك الإسلامي القيمة ثابتة دكتور، لكنها مرتفعة من البداية، هي مثقلة كثيرا للناس، يعني قد تصل أحيانا إلى 6-7%. ما بعرف مدى قبوله عند الإخوة المستمعين. حينما تعقد الأمور الإسلامية، وراء تعقيدة في فكر معين، في فكر منفر من الدين، حينما تعقد الأمور الإسلامية كمصارف أو كقروض، هذا التعقيد خلفه فكر آخر يريد أن يري الناس أن الإسلام شيء معقد. أما ما في مانع أبدا يكون في بنك إقراض إسلامي، معاملته سهلة كما تفضلت، لكن بعض الضمانات. أنا أذكر تماما أنه في بنوك إسلامية أول ما نشأت وزعوا أرباح 23%، في بلاد معينة منعت من متابعة أعمالها، وزعوا أرباح 23%. هذا رقم مرتفع جدا. إيه؟ نشأ من هذا البنك مشكلة اقتصادية كبيرة جدا، كأنه المصارف الربوية توقفت عن العمل. هنا المشكلة، يعني ما كل ما يعلم يقال. بارك الله فيك دكتور للتوضيح. دكتور قبل ما نقف إلى الفاصل، بعض الناس يفتي من نفسه بعض الضرورات في هذا الزمن. مثال، أنا ما عندي بيت، وبالتالي أنا بحاجة إلى شراء بيت. قد يكون التعامل المالي مع بعض المؤسسات من أي جهة كانت فيه نوع من أنواع المخالفات الشرعية والربا، فيرى أنه ضرورة ويؤمن بقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ بيتا بعقد الربوي. العلماء تحدثوا عن الضرورة. الضرورة الشرعية خوف فقد الحياة، وخوف فقد أحد الأعضاء، وخوف فقد المال كله. هذه الضرورات التي تبيح المحظورات. أما إنسان ساكن ببيت 130 متر، يعني بحاجة لبيت 180 متر، لكن هو ساكن بالإيجار دكتور، إلى متى يدفع الإيجار؟ يريد أن يبقى له بيت يأمن به ويؤمن أولاده في المستقبل. هذا الخطأ ضرورة؟ مو خطأه كفرد، خطأ كأمي. أنا حينما أقيم مشاريع سكنية للمؤمنين للمسلمين للشعب الإسلامي، وأقوم بمشروع سكني، أعطي المحتاج لبيت بيت،
تقسيطا إسلاميا غير ربويا لثلاثين سنة. نعم. يعني يفترض الدولة أن توفر طبعاً مساكن بكل هي أعمال أبنائها. مهمة الدولة هي على اختلاف دينهم وعلى اختلاف تفاصيلهم. طيب دكتور هل مؤسسة الإسكان؟ نعم. إسكان مؤسسة هي. نعم. هل يعتبر شراء البيت ضرورة يقبل من خلالها أن أتعامل بالربا دكتور؟ لا، إذا كان ساكن البيت إجرة سيدي وأراد أن ينتقل إلى ملك. سامحني فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ليس هناك من معصية شدد عليها القرآن كمعصية القرض الربوي. لماذا؟ القرض الربوي بجمع الأموال بأيدي قليلة. نعم. وتحرم منها الكثرة الكثيرة. هذا الفقر وراء الثورات وراء العنف، يعني العنف لا يلد إلا العنف. لما نحن بنهيئ للناس دخل معقول حلينا مشكلة كبيرة جدا. نعم. أما قضية الربا، قرآن كريم هذا من عند خالق الأكوان، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله شيء بلفت النظر آخر، إذا معك 1000 أقرضت قرض ربوي تعود إليك 1100، إذا معك 1000 أقرضت قرض إسلامي تعود 1000، ومع مضي الزمن العملة سعرها اختلف. الشيء الآلي على الآلي حاسبة الواقعي، القرض الربوي أربح والقرض الإسلامي في خسارة. فإذا قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ماذا أقول؟ هذا هي الآية بخلاف قوانين المادية اللي حاسبه. يعني تتدخل العناية الإلهية أبداً أبداً. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. جميل. الصدقة تنقص المال، الله يربيها، والقرض الربوي يزيد المال والله يمحقه. الآية دقيقة جدا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله يفتح لكم.